للمزيد بيسعدنا انضمام عبر الهاتف دكتور محمد فهيم رئيس مركز تغير المناخ. صباح الخير على حضرتك دكتور محمد. صباح الخير يا استاذ ياسين، ربنا يخليك. صباح النور. بدايه يعني ناخد من حديث البروفيسور باتري تالاس واللي كان بيتحدث حول اهميه نظم المراقبه وايضا الانذار المبكر، واللي تحدث فيهم يمكن عدد كبير من الحضور ومن الضيوف المختلفين من خبراء المناخ في الامم المتحده. ازاي ممكن الاهتمام بمراكز الانذار المبكر وايضا نظم المراقبه تساعد في مواجهه الاثار السلبيه للتغيرات المناخيه حول العالم يا دكتور محمد قبل وقوع طبعا هذه التغيرات او الكوارث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بشكر جدا قناه اكسترا نيوز ان عندها مسؤوليه مجتمعيه كبيره بتقوم بها بكل اخلاص وبكل احترام عشان نوطن في نفوس الناس موضوع التغيرات المناخيه وايه اللي بيحصل في شرم الشيخ، لان لا يجب ابدا ان انا افصل ما بين حدث كبير جدا على المستوى العالمي وشرف كبير لمصر انها تنظم هذا المؤتمر وتكون رئيسه قمه المناخ العالميه، وما بين الناس البسيطة اللي لازم تعرف هي بلدها بتعمل ايه. حقيقي شكرا لحضرتك دكتور، وده دورنا فعلا. النقطة الثانية موضوع الانذار المبكر ونظم الرصد مهمة جدا، لان في النهاية ظاهرة تغير المناخ هي ظاهرة جديدة. اللي بيحصل ده عشان كده كل العالم مهتم ليه، لان كل الاحداث المناخية الجامحة او حتى غير الجامحة كلها احداث متسارعة واحداث لم تكن في الحسبان، واحيانا ودي المشكلة ان نماذج التوقع الموجودة واللي تم إنشائها وتم إنفاق مليارات عليها أحيانا بتفشل في أنها تتتبع إيه اللي بيحصل. يعني إيه اللي بيحصل في هذه الظروف، وإلا كان الدول اللي عندها هذه النماذج وعندها يعني بنية تحتية قوية بنية علمية قوية من مراكز الإنذار المبكر. لكن يا دكتور اسمح لي، حضرتك قلت جملة مهمة أنه تغيرات المناخ هي تغيرات حديثة، في حين أن لو هنتكلم على المستوى المحلي ومصر لا، بقى لها فترة طويلة جدا يمكن أكثر من 6-5 سنين تتحدث عن التغيرات المناخية وتضع الخطط وتحاول أن تضع الحلول وتجذب الاستثمار، وتفهمنا أكثر لو سمحت. ما دي نقطة كويسة جدا، هي مش حديثة يعني لسه ظاهرة، لا، حجم واتجاه التغير نفسه مش معروف جديد. يعني مثلا ما ايه المتوقع خلال الشتاء القادم، شتاء 23 اللي هيبدا في اخر ديسمبر وهيستمر معانا يناير وفبراير، هل الشتاء ده في مصر او في العالم هيكون شتاء قارس شديد البروده، شتاء دافئ؟ ما كل ده بيحصل وكل ده حصل خلال السنوات اللي فاتت، مره دافئ ومره شديد البروده ومره موجات صقيع ومره عواصف ثلجيه ادت الى مشاكل كبيره في اوروبا. طب ما هو المتوقع؟ النماذج مش قادره تتوقع هذه التغيرات رايحه فين لانها متسارعه ومستجده اول باول. ده النقطه اللي انا قصدي عليها. النقطه الثانيه ان لازم تقويه هذه، يعني دي بالظبط زي عيون العالم، زي عين العالم ازاي عاوز ينظر للامان يرى هذه التغيرات المتسارعه والكبيره واحيانا العنيفه اين اتجاهها وحجمها ايه؟ هي رايحه فين عشان نقدر نتصرف معاها؟ والكلام ده بيبقى واضح جدا جدا في المجال الزراعي. كل الاجراءات الزراعيه وكل الممارسات الزراعيه واحيانا القرارات الزراعيه المهمه، يعني مثلا في حاجه اسمها الخريطه الصنفيه للقمح، في اصناف معينه يجب ان تزرع في مناطق معينه بناء على ما هو متوقع من التقلبات المناخية، وإلا هيبقى في مشكلة كبيرة جدا في محصول القمح على سبيل المثال. وبالتالي كل التغيرات المناخية المختلفة يا دكتور محمد هي يعني التطبيقات المختلفة ليها في كل نواحي الحياة ضرورية، مش بنتحدث عن رفاهية بل هي ضرورة في هذا التوقيت وفي المستقبل القريب أيضا. بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد فهيم رئيس مركز تغير المناخ، وبنعتذر لحضرتك على ضيق الوقت. شكرا جزيلا لحضرتك.